الناس للناس ما دام الوفاء بهم. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الناس للناس. تعالوا معي. الوالدة أمين؟ أم درويش. ما شاء الله، كم صار لك تبيع هني؟ كم فترة صار لك؟ والله صراحة من دخل شهر رمضان وأنا هني أبيع يوميا. الله يعطيك الصحة والعافية. آمين. بقول لك مثل ويا رب تعرفين إجابته. عسى إن شاء الله. وبعطيك جائزة إن شاء الله. يقول الكف اللي صفعني أيوة ما نفعني. لا نفعني. نفعني. أيوة صح. بعد يضربني وما أستفيد. نعم صح. الكف نفعني. اللي صفعني نفعني. يا سلام عليك. أعطيني الجوائز. أولا حاجة، هذه الشركة الوطنية للتوزيع عطوك 100 ريال كاش. إن شاء الله. بعد بزيدك. وأيضا الشركة الوطنية للتوزيع عطوك راشن البيت من مركز العامري للتسوق. عيش الوزير وأغراض العيد كلهم عطوك. وأيضا مركز القبائل للتخفيضات كوبون بخمسين ريال. وهذا محل فون زون عطوك هذه الجائزة الإلكترونية. وبيت الرجل عطوك أيضا هذه الهدية. وأيضا أبراج مسقط العالمية للإلكترونيات، خلني هذا أيضا من أبراج مسقط العالمية للإلكترونيات. يسدك والله زيدك. والله بغيت تزيدني أستاهل تزيدني. والمثل يقول من طبع من طبع طبع. مع السلامة، روحنا عنك. أما كيف حالي؟ الحمد لله. أنا شفتك من بعيد. من أحسانك. ويتك من أحسانك. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يخلي لك أولادك، يسر لك أمورك. آمين. من هنا تما؟ ساكنين هنا المعبيلة. ساكنين في المعبيلة. أيوة. زين، ما بسألك سؤال الحين، انت قاعده على حيره هذه ماي؟ ايوه نعم. ماي تبيعي ماي؟ ما ابيع ماي. الله يعطيك الصحه والعافيه. خليك ولادك. انا بسالك سؤال. قول. وين جاوبتي بعطيك هديه عوده. انا لا شيء اعرف له بقول لك شيء اعرف له، شيء ما اعرف اقول لك ما اعرف له، واعذرني. انت اقول لك، انت اذا ما عرفتي انا بساعدك. انت قول. مو يقول الشيفه شيفه والمعاني ضعيفه. يلا ايوه بس ايوه وصلت. ايوه الشيف شيفه يقول من بعيد محمد بسعيد ومن قريب غم يزيد. الله يعطيك الصحه والعافيه. اعتبرني روح عنك يعني انا الحين. لا لكم ما تحمليني. لا والله. لا هاتوا الهدايا. اول جائزه ما الشركه الوطنيه للتوزيع عطوك 100 ريال كاش. الشركه الوطنيه للتوزيع بيعطوك عيش الوزير إن شاء الله. واغراض العيد كلهم من مركز العامري للتسوق ان شاء الله حبيبي. وهذا ايضا مركز القبائل للتخفيضات عطوك كوبون بخمسين ريال ان شاء الله حبيبي. وهذه شركه ابراج مسقط العالميه للالكترونيات عطوك هذه الجائزه ان شاء الله حبيبي. وايضا بيت الرجل عطوك هذه الهديه ان شاء الله حبيبي. وايضا محل ايفون عطوك هالهدايا. كل هالهدايا لك ما من احسانك. الله يعافيك. ما بتعطينا كرتون ماي؟ خذ كله شله حاله. كله كريم انت. نعم الله يسعدك. شله ويحفظك. نعم ويبارك اولادك ويسر لك امورك. شله. راضيه؟ راضيه نعم. وانت راضي علي؟ نعم انا راضي. الله يعطيك الصحه. راضي عليك. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يخلي لك اولادك. امين يا رب. الوالدة كيف حالك؟ الحمد لله. الله يعافيك. الله كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. ما شاء الله الشغل الطيب. عيل اليوم فطورنا من عندك. ان شاء الله ان شاء الله فطور. زين انا عندي مثل، وان عرفتي لك الهديه ان شاء الله. جاهزه؟ جاهزين. يقول لك ابليس ما يكسر هيج الاكل وعاين وعاين مياعينه. الابليس ما يكسر وعاين وعيانه. يا سلام عليك. ابليس ما يكسر وعيانه. وينك اماه الجوائز. الشركة الوطنية للتوزيع عطوك هذه 100 ريال عماني كاش. وأيضا مركز القبائل للتخفيضات عطوك 50 ريال كوبون. وأيضا شركة أبراج مسقط العالمية للإلكترونيات بنحط مني حالك عطوك أيضا هذا الجهاز الإلكتروني. الشركة الوطنية للتوزيع أيضا ومركز العامري عطوك عيش الوزير وأغراض العيد كلهم. وهذا بيت الرجل عطوك هذا المصر لزوجك موجود؟ هو في العناية المركزة، عنده جلطات في الراس. في العناية؟ في نزيف في الراس في العناية المركزة. سلامات. ما بين الحياة والموت. الله يقومه بالسلامة. وهذه بعد أيضا هدية من إيفون. الوالدة أنا بقول لك كلمتين. عيال الحلال موجودين،
واهل الخير موجودين وما بيقصروا باذن الله معك. ما يقصروا فيهم الخير، ما يقصروا، الله يخليهم يا رب، الله يحفظك ويقوم زوجك بالسلامه ان شاء الله. سلامه يا رب العالمين، الله يسمع منكم، الله يسمع منكم يا رب.